اوكي طيب، الان احنا تعرفنا على تنسور فلو وعلى الكيراس، تمام؟ وحكينا انه الكيراس هو عباره عن يعني زي باكج بتسهل كتابه الكود اكثر، في التنسور فلو بتقلل التفاصيل اللي انا يفترض انه اضيفها، ومع ذلك انه شعرين فيه لسه تفاصيل كثيره، تمام؟ وبدينا في الكيراس انه احنا نشتغل مع السيكوينشال موديل. ايش فكره السيكوينشال موديل؟ انه انا بعمل اد للدنس لايرز، بصفط الدنس لايرز بشكل متسلسل، تمام؟ اليوم ان شاء الله بدنا نشوف موديل ثاني في الكيراس اللي هو الاستيميتور. او بالاحرى بري ميد استيميتورز، من اسمها واضح انه هي عباره عن شغله جاهزه بتسهل عمليه انه انشاء المودلز بشكل سلس اكثر او بشكل سريع، يعني انه الهدف منها انه نعمل كرييت او بيلد مودلز so fast، بشكل سريع جدا، تمام؟ السيكونشال شفناه المره الماضيه، شفنا على الكلاسيفيكيشن للريجريشن، حنرجع له ثاني، حنضطر انه احنا نرجع له ثاني لانه هو الاساس. الاستيميتور حنبدا فيه اليوم، وين الاستيميتور موجود؟ طبعا بطبيعه الحال بروح على tensorflow/tutorials، هذا اليو ار ال حطيه عندك في المفضله، راح نرجع له باستمرار. وين بروح؟ هنا عند الاستيميتور. ايش في عندي؟ بريميد استيميتور لينير موديل بوستد تريز. ببدا بالبريميد استيميتور. على اي داتا سيت راح اشتغل؟ على الايرس داتا سيت، تمام؟ بدي اخذ هذا الكود، هذا الكود كله بدي اخذ منه نسخه على الكولاب، تضغطوا معي على الزر هذا. تمام؟ طبعا هذا التيبل اوف كونتنت اللي هو الهيدرز اللي انا موجوده عندي، بسكرها عشان اوسع، و باخذ منها نسخه. لقيت هذا النوت بوك انه يعني بدي اخذ منه النسخه على الجوجل درايف تبعي. ليش؟ عشان لما اعدل الشغلات هذه كلها، لانه هذه النسخه زي انه معمولها شيرنج، تمام؟ يعني انه انا ماخذها من الجيت هاب وفتحتها هنا فتح، فبالتالي اي تغييرات انا بعملها ما بيحفظهاش، فبروح باخذ منها نسخه وهذه بسكرها. فجيت اول حاجه انه انا بدي الاوتبوت انه هو ينحفظ، هو معمول باي ديفولت انه ما بنحفظش الاوتبوت. هذه شغله كثير مهمه، لانه في بعض الاحيان انتم ممكن تشتغلوا بروجكت معين على الجوجل كولاب ومطلوب منكم انه انتم تسلموني النوت بوك، فبالتالي بدل ما انا اعيد تشغيله، تشغيله ممكن يضل ساعتين ثلاثه عشان اشوف النتيجه، لا يفترض النتيجه تكون محفوظه. فكيف امكن الحفظ؟ هنا بحكي لي انه your this notebook is open in private output. الـ output بقدرش حدا تاني يشوفه لو عملت له شير. The output will not be saved. فكيف اغير هذا الاعداد؟ وبروح هنا على notebook settings وبشيل هذه التشيك. بعمل save. تمام؟ وبعديها هنا بغير في التسمية. بدي اضيف في التسمية pre-made is استيميتور وهنا بدي اضيف كيراس وهنا ايرس كلاسيفيكيشن. فبالتالي انا عرفت انه هو بريميد استيميتور للكيراس وايرس كلاسيفيكيشن.
اوكي اجيت هنا import TensorFlow as TF import Panda as BD. ممكن انا اعدل على النوت بوك هذا واتاكد من الفيرجن تبعت التنسور فلو كيف TF version بشغل لاحظوا انه هنا بحاول انه يعمل كونكت يعمل لي اللوكيشن فبالتالي اشتغلت والنسخة انا عندي 2.2 اللي هي latest version اخر نسخة اخر نسخة من التنسر فلو هي بروح هنا على install تمام انه هي لو مش نازله انه بيب انستول ماينس ماينس ابجريد بيب وبعديها هنا تنسر فلو اخر نسخه موجوده انا عندي 2.2 اخر نسخه حسب ما بنشوف احنا هنا في الدوكيومنتيشن 2.2 فبالتالي اخر نسخه موجوده عندي طبعا الداتا سيت هنا بدنا نتعامل مع الايرس داتا سيت الايرس داتا سيت انتم بتعرفوها في عندي سيبل لينث سيبل ويث بيتا لينث بيتا ويث عمل لسته باسماء الاعمده تمام واسماء الكلاسز ليش لانه حتلزموا الان لانه انا عندي هنا هذا الفايل هاي المسار تبعه اول صف بيحتويش على اسماء الاعمده فبالتالي عشان هيك انا لما بدي اجي اقرا هنا هذا هيو بي دي ريد سي اس في اديته المسار اللي انا نزلته تمام وقلت له النيمز اسماء الاعمده خذ لي اياها من الليسته هذه وهيدر بتساوي زيرو معنى ذلك انه في هذه البيانات ما فيش هيدر هذا هذه البيانات لو انا عرضتها لو انا اخذت منها نسخه زي هيك هيعمل لي داونلود لإلها او اعتقد انه خليني انزلكم اياها هنا طبعا التنزيل انا عندي tf keras util git file طبعا هذه الجيت فايل بتنزل لي ملف من الانترنت وبقدر اسوي فيها شغلات كتيره شوفوا في الدوكيومنتيشن انا ايش ممكن اسوي فيها في الدوكيومنتيشن هنا بروح على تنسر فلو وعند السيرش هنا بحط هاي الداله ايش بتلاحظوا بديله الفايل نيم انتر بتساوي فولس اكستراكت بتساوي فولس هذه كلها باي ديفولت فولس لو كان الملف مضغوط بقول له extract بتساوي true معنى ذلك انه هو بروح بعمل له داونلود وبفرط لي تمام فهذه اليوتيليتي حتمر وحترجع معنا كثير يعني حتمر معنا كثير نزل التريننج ونزل التست تمام خليني اشغل هذا الكلام طبعا نزل لي اياهم وين عفوا هذه انا مش مشغلها ارجع انزل هاي اورجيكم انه الهيدرز فيها مش موجوده هيو نزلت الفايل طبعا هذا بدي افصله بروح هنا على بيانات النص الى اعمده وبحكي له انه الفاصل بيناتهم عباره عن فاصله فبتلاقي انه السجلات انا عندي موجوده بهذا الشكل مباشره يعني ما فيش انا عندي هيدر اللي هو السيبل لينث والسيبل ويد والبيتا لينث
والبيتا الويف. كيف؟ لا خليني أقرأ البيانات. هذه 120 معناها عدد السجلات، 4 عدد الأعمدة، وهدول هي عبارة عن الكلاسز. فبالتالي هاي العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وهي الاندكس تبع الكلاس. فبالتالي هدول فعلا عبارة عن 120. هتلاقي هنا 121 لأنه زين هذا الفورمات تبعه مختلف. عشان هيك أنا لما باجي بقرأ بقول له انه انا عندي في الباندا انه بدي له اسماء الاعمده وبحكي له انه هيدر بتساوي زيرو، خذ لي اياه ومن هنا. تمام، هاي الهيد تبع البيانات. هنا حدد الترين واي والترين تيست باستخدام البوب، ورجعنا شفنا الهيد كمان مره. فانا عندي هاي البيانات بدون الواي، بدون التارجت. هذه كان في انا عندي السبيشيز، السبيشيز هي 1 2 0 1 2. تمام، حقت هاي كيف وين هو صحيح بالضبط. هذه ملهاش داعي. تمام، ممكن احذفها، وهذه ممكن احذفها للتبسيط. يعني هاي معرف هذه الانبوت فيتشرز او الانبوت فانكشن ايش بتاخد؟ فيتشرز الاكس والواي، تريننج بتساوي ترو، والباتش سايز 256. طبعا انا قديش انا عندي السايز تبع الداتا سيت شفناه قبل شويه تبع الترين؟ 120. وهنا حددنا الباتش سايز 256، فايش راح يسوي؟ راح يحط الداتا سيت كلها في باتش واحد. فيفترض هذه انه انا اقللها، بحطها على سبيل المثال 10. تمام، هجيت هذه اليوتيليتي فانكشن راح تتكرر معانا بشكل كتير كبير. فبدي اياكم تفهموا المعالم تبعتها ايش هي. data بتساوي tf data data set from tensor slice، بعمل كاست للداتا فريم تبعي as dictionary، وبدي له الليبلز الواي، بديت له الاكس وبديت له الواي. طبعا هذا الكلام if training، طبعا هذا باي ديفولت هو اصلا ترو. ايش راح يسوي؟ راح يعمل لي شفل للداتا، بخلط لي البيانات، بخلط الترتيب تبعها. صحيح، ليش؟ ايش السبب في ذلك؟ النيورال نتورك. لا، هاي انا عندي هاي الترين والتست لحال، هاي الترين لحال، ملف لحال والتست لحال. بس النيورال نتورك تحديدا في عندها حساسيه لترتيب الداتا سيت. شو السبب؟ مش احنا حكينا انه هو النظام تبعه انه انا بعمل فيد لاكزامبل، بحسب الايرور، بعمل باك بروبجيت للايرور عشان ادجست، اعمل ادجستمنت. فبالتالي بيعتمد على انه الاكزامبل الاول انه هل الايرور فيه كان عالي ولا كان قليل. فبالتالي في عندها حساسيه لترتيب الداتا سيت، فعشان هيك بروح بحيد هذه الحساسيه لترتيب الداتا سيت، فبروح بعمل شفل دائما. اما في التيست احنا هنستدعي هذه الداتا، هذه الفانكشن برضه للتست داتا، لازم احولها لتنسور سلايس.
لازم احولها لتنسور من داتا فريم، لازم احولها لتنسور عشان اعملها بريدكشن. هل بلزمنا نعمل شفل؟ هل عملية البريدكت بتعدل على الويت؟ لا. فبالتالي ما فيش لازمة، عشان هيك هنا حط الفلاج انه اف تريننج اعمل شفل، مش تريننج بعملش شفل. ومفهوم الشفل عرفنا ليش، عرفنا ليش انه انا بعمل شفل، لانه في حساسية لترتيب الفيد للديتا في النيورال نتورك. اخر خطوة تقسيم الداتا سيت لباتشز. فبالتالي كيف بتتقسم الداتا سيت لباتشز؟ داتا سيت دوت باتش وبدي له الباتش سايز، سهلة تمام. فبعرف هذه الدالة، وهنا بروح بعرف الفيتشر كولومز تبعتي، ماي فيتشر كولومز، بروح بلف على كل الأعمدة أنا عندي. طبعا هذه هي نفسها دوت كولومز. ايش برجع؟ ايش بعمل ابند في الداتا سيت هذه؟ ايش بعمل ابند؟ لتي اف فيتشر كولوم نيوميريك كولوم، وبدي له اسم العمود، هو لوحده بعرف التايب تمام. هذا بحضر انا الانبوت انا عندي، فبالتالي شوفوا كيف الناتج تبعها عباره عن لسته مكونه من كم عنصر، هي العنصر الاول كله كوما العنصر الثاني الثالث الرابع، اللي هو عباره عن ايش؟ الاعمده الاربعه، هاي العمود الاول الثاني الثالث الرابع. ايش التايب تبعه؟ كله فلوت 32 تمام. ننتقل للخطوه اللي وراها. احنا ايش سوينا؟ عرفنا الداله بتحول من داتا فريم لتنسور سلايس، وايش كمان؟ ايش بالضبط عملنا؟ حضرنا الفيتشرز اللي هي اسماء الاعمده. الان ضل علي انه انا اعرف الاستيميتور. الاستيميتور انا عندي كلاسيفاير بتساوي تي اف استيميتور دي ان ان كلاسيفاير. ايش الدي ان ان كلاسيفاير؟ ديب نيورال نتورك كلاسيفاير. لاحظوا كيف التعامل معه. ايش اديته؟ الفيتشر كولوم اسماء الاعمده اللي هو الانبوت، هاي ماي فيتشر كولوم اللي انا حضرتها قبل شويه، والهيدن يونتس اللي هي عدد النيورونز في كل لاير. كم لاير انا عندي موجود هنا؟ لا مين في الهيدن يونتس؟ تو هيدن لاير. اللاير الاول كم في نيورون؟ 30، واللاير الثاني 10 تمام. وهنا اخر باراميتر قلت له عدد الكلاسز قديش؟ 3. يعني انا فعلا انا عندي 3 كلاسز في هذه البروبلم تمام. يبقى باختصار انه احنا هنا في البري ميد استيميتور شو سوينا؟ في الدي ان ان كلاسيفاير عملت كونفرت دي اف تو تنسور داتا تمام. والخطوة الثانية انه prepare features انه كا input. بعدها بروح بعرف الدي ان ان كلاسيفاير. ايش بدي له؟ بدي له ايش بدي له؟ الفيتشرز والهيدن يونتس و النمبر اوف كلاسز، ثلاثة بارامترز. كيف؟ لا انا بعد هيك حعدل عليها تمام، عشان هيك انا كنت بدي اياكم تفتحوا النوت بوك معايا وتعدلوا عليها. هذا عبارة عن بري ميد، يعني موديل معمول بشكل جاهز، بقدرش اعدل، يعني اعدل في تفاصيله كثيره، مش زي السيكونشال بضيف طبقات زي ما بدي. بدي له بارامتر يعني بنشئه بشكل سريع جدا، دي ان ان كلاسيفاير
هو بالاصل سيكوينشال، يعني هو هذا تعريفه في الكود في الباك اند، انه في تفاصيل اكثر زي هيك. فبالتالي هنا انا مجرد انه بدي له كم طبقه بدي في ليست وقديش عدد النيورونز في كل طبقه، فبالتالي تعريفه اسهل من السيكوينشال. طب في عندي حاجه ثانيه غير الدي ان ان كلاسيفاير؟ هاي بدكم تعرفوها زي هيك، tf dot estimator ايش في عندي؟ id anan. في عندي classifier، ايش في عندي كمان؟ regressor، هيني معلم عليه تمام. وفي عندي هنا posted tree classifier و posted trees regressor. هذا عبارة عن tree of neural networks، شجرة يعني زي الانسمبل بالضبط، بس ايش الموديل فيها؟ عبارة عن شجرة من neural networks، والاوتبوت النهائي زي الانسمبل بالضبط، يا اما بعمل averaging لو كان regressor او بعمل voting لو كان classification تمام. فهذا اللي احنا حنركز عليه، DNN classifier، DNN regressor، بالإضافة ل البوستد تريز ريجريسور والبوستد تريز كلاسيفاير. اوكي، هيك بنكون خلصنا تعريف الموديل. بنروح هنا على خطوة الترين. خطوة الترين ساعتها بروح بستدعي الدالة اللي بتحول الداتا فريم لتنسور داتا. فبالتالي هنا كلاسيفاير دوت ترين مش فت. اللي بعده ايش اديته؟ الانبوت هي عبارة عن لامدا بتساوي الانبوت فانكشن، اديته الترين والترين واي الاكس والواي، وحكيت له تريننج بتساوي ترو. هذه ما لهاش داعي لانه هي اصلا في هذه الدالة معرفة انه هي ترو تمام. وحكيت له الستيبس بتساوي 5000 ايبك. بشغل هي بشكل سريع. طلعت انا عندي اللوس في الفاينل ستيب حوالي 46% تمام. نيجي الان للايفالويت، يبقى الكلاسيفاير دوت ايفالويت نفس الفكره، انه انا بدي له الانبوت فانكشن اديته التست والتست واي، وهنا تريننج اديتها فولس عشان مش ضروري اعمل شغل، وبحسب الاكيورسي بدي اياها لغايه 3 ارقام عشريه بعد الفاصله. قديش طلع معايا؟ 70%. النسبه هذه مش عاجباني، فايش بروح في الموديل انا عندي هنا، بروح بعدل، بقول انه انا بدي الطبقه، بدي اعمل طبقتين، الطبقه الاولى 64 والطبقه الثانيه بدل ما هي 30 و30. لا مش عينه غير الفكره في الموضوع، انه الانيشال راندوم ويتس عندي وعندك بتختلف. فالان لما ابني الكلاسيفاير هذا تمام، مش احنا اتفقنا انه انا عندي راندوم ويتس بيصير لها يعني قبل ما يبدا التريننج بيصير لها انيشلايزيشن، فبالتالي هذه اختلفت عندي قيمتها عن اللي موجود عندك. فهيك برجع بعرف كمان مره وبرجع بعمل ترين كمان مره. كيف؟ 2264. لاحظ انه اللوس في الفاينل ستيب قديش؟ 29، قل، كان في الاربعينات 45 تقريبا. وهنا خلينا نحسب الاكيرسي كمان مره،
في مشكلة في النت. اوكي، بعد ما غيرنا 64 و64 قديش طلعت عندي النسبة؟ 96%. قديش كانت؟ اشي و70. تمام؟ فبالتالي تحسنت النسبة لما كبرت النيتورك. زميلتكم تسأل انه طب ماشي، يعني اكبر كمان الشبكة ولا اخليها صغيرة، ولا قديش الرينج اللي انا احطه من ناحية عدد اللايرز ومن ناحية عدد النيورونز في اللايرز. فاحنا شبهنا الموضوع بانه انا لو بدي اختار نيتورك صغيرة ممكن يكون في عندها محدودية في التعلم. يعني على سبيل المثال زي طفل عمره 4 سنوات وقاعد انا بشرح له تنسر فلو وكيراس واقول له ماشين ليرنينج وشغلات زي هيك، مش حيستوعب بالمرة الكلام اللي انا بحكيه. وفي المقابل لو انا كبرت النتورك كتير، فبالتالي كبرت الكباسيتي تبع النتورك، رح يصل لمرحلة انه يعمل ميمورايز للاكزامبلز كلهم، يحفظهم حفظ عن ظهر غيب. وهذا انا ما بديش اياه، انا بدي يتعلم انماط مش يحفظ اكزامبلز، لانه الحفظ هذه شغله تطبيق ثاني. تمام؟ الحفظ يعني بيكون مفيد على سبيل المثال انه لو كان في عندي يعني جزء من المعلومه مفقود. يعني على سبيل المثال مثلا انا قابلت شخص يعني اسمه على طرف لساني بس مش قادر اتذكر اسمه، فبقول له بس قول لي اول حرف من اسمك، بقول لي الف، بقول له ايوه تذكرت احمد زي هيك. تمام؟ فبالتالي هنا انه انا بدي له الانبوت في معلومات مفقوده، ساعتها بقول انه يعني بدي النتورك انه هي تعمل ميمورايز للانفورميشن. لكن البريدكشن والكلاسيفيكيشن لا، لازم انه يتعلم انماط مش انه هو يحفظ الاكزامبلز. طيب ننتقل للخطوه اللي وراها، انه احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل بريدكت لمجموعه من الاكزامبلز. راح اعرفهم از ديكشنري، هاي اسم العمود الاول، الثاني، الثالث، الرابع، وكم قيمه عندي؟ 3 قيم. تمام؟ وهي 3 قيم في كل واحده. اوكي، وهنا انه الاكسبكتد كلاسز انه يفترض انه الاكزامبل الاول اللي هو هاي شايفينه 5.1 3.3 1.7 0.5 يفترض يكون سيتوسا، والاكزامبل الثاني اللي هو 5.9 3 4.2 1.5 فيرسي كلر. اوكي، والثالث كذلك نفس الشيء. فهنا رجعنا عرفنا الانبوت فانكشن، اديناها واي. لا، شو السبب؟ مطلوب نعملها بريدكشن، فديته بس الفيتشرز. فبس مجرد انه عملتها حولتها لتنسور داتا، تمام، تنسور سلايسز، عملت لها كاست لديكشنري وحولتها لباتش. اوكي، الباتش خلينا نحاوله نفس الباتش اللي هناك، احنا اخترناه 10. تمام، فبالتالي في البريدكت كلاسيفاير دوت بريدكت برضه نفس الفكره، بستدعي الداله هذه اللي بتحول لي الفيتشرز للتنسور داتا، بس هاي المره بدون واي، بدون الليبلز. فنشوف البريدكشن تبعي. هاي البريدكشن بالمناسبه هذا عباره عن ديكشنري، اورجيكم شكله. هو مش ديكشنري فعليا، بس عباره عن جنريتور. لا مش هذا، هي عبارة عن generator object estimator dot predict، فهو عبارة عن dictionary. كيف أشوف المحتوى تبعه؟ for d in predictions dot items print d.
لاحظوا انه ايش الاوتبوت تبع الدكشنري هذه، هو عبارة عن هاي الدكشنري الاول الثاني الثالث. ليش؟ لانه انا كم اكزامبل انا عندي بدي اعملهم بريدكت، ثلاث اكزامبلز. لاحظوا انه ايش في عندي اللوجيتس، تمام، اللي هي عبارة عن اللوج بروبابيليتيز، تمام، والبروبابيليتي هيا هذا عبارة عن 90%، هذا 8%، 8 من 1000 عفوا، 8 من 100 وهذا 6 من 1000، تمام. هذول البروبابيليتيز يفترض انه يكون مجموعهم 1، تمام. هو ايش عمل في اللوجيتس؟ انه طبق اللوج على هذول على البروبابيليتيز، فطلعت انا عندي هاي الارقام. ايش في طلع عندي كمان؟ الكلاس اي دي، كلاس اي دي اللي هو الكلاس 0، والكلاس 0 انه على حسب الترتيب تبعهم، انه يعني كانكودينج. وأول كلاس اي ديز ايش انا عندي؟ 0 1 2، وهي الاول كلاسز. فبالتالي من هذا الدكشنري انا بدي استخرج معلومات، فبالتالي عشان هيك انا ايش عمل؟ راح على البريد ديكشنري، والاكسبكتد اللي هي عبارة عن لستة فيها الكلاسز الاصلية الترو، وايش راح سوى؟ انه راح طبع لي الكلاس اي دي، طبع لي البروبابيليتي تبعته، تمام؟ هنا الطباعة عفوا، فبالتالي هنا طبع لي الكلاس اي دي كنسبة مئوية، والبروبابيليتي تبعته، وانه ايش الاكسبكتد، وايش انه البريدكشن ككلاس. فبالتالي هذه لما اشغلها مش راح يطلع شيء. ليش؟ لانه الجنريشن هذا جنريتور اوبجكت، هذا بقدرش اعمل عليه ايتريشن الا مره واحده. فعشان هيك انا بدي احذفه وارجع اشغل هاي، وبعدين بروح بطبع، فبقول لي انه الاكزامبل الاول انه البريدكشن سيتوسا 90% والاكسبكتد سيتوسا، والثاني فيرسي كلر بنسبه 64% والاكسبكتد فيرسي كلر، واخر حاجه فيرجينيكا والاكسبكتد فيرجينيكا بنسبه انه البريدكشن بنسبه 68%. اوكي، فهي البريميد استيميتور، تمام. فايش بدي اضيف هنا عليهم؟ انه دي ان ان كلاسيفاير دوت ترين، بعديها دوت ايفالويت، بعديها بريدكت. بس يبقى انا بدي استخدم التنسور فلو دي ان ان كلاسيفاير. ايش الخطوات تبعتي؟ في عندي خطوتين تحضيريات، اللي هي بدي احول من داتا فريم لتنسور داتا، احضر الفيتشرز، اعرف دي ان ان كلاسيفاير، بعديها الخطوات ترين ايفالويت بريدكت. بس تمام. وممكن استخدم الريجريسور بنفس الكيفيه، ماشي. هاي هذا بدي اعمل سيف للاوتبوت، وهي بدي اعمل داونلود، واحط لكم اياها وين؟ على الجيت هاب لو انتم بدكم ترجعونها من هناك. تمام؟ طيب نيجي لللينير موديل. اللينير موديل هو بيطبقه على التايتانيك. خلينا نفتح نفتحه على الكولاب، تمام، اخذ منه نسخه،
وأغير السيتنجز هنا عشان يحفظ الأوتبوت، وأغير النيم وأكتب linear estimator TF كراس تاي تانيك. طبعا انا بعمل pip install لاسكي لير pip install tf estimators nightly. النايتلي تنسور فلو هذه عبارة عن احدث اصدارات، لانه هما كل ليلة انه ايش يعني عملوا فيرجن بروحوا بيحملوها على شانل خاصة في الفيرجن او في النايتلي ريليس، وعشان يعني انه انا ممكن انا انزلها يعني انا كمستخدم عادي. فعشان هيك لما اجي اشوف هنا بعد ما اعمل امبورت للتنسور فلو بدي اشوف هنا الفيرجن تبعته تي اف فيرجن، هتلاقوا مش 2.2، هتلاقوا 2. يمكن 4 او حاجه زي هيك. خلينا نشوف. فهذه اول خطوه. بالمناسبه لو شلتهم هدول مش حيتاثر النوت بوك انا عندي، لانه نسخه 2.2 عفوا بتدعم الشغلات اللي هو عاملها هنا في التايتانيك. اوكي، بعدين بعمل الامبورتس، وهي الامبورت للتنسور فلو. هذه ممكن اغير لكم اياها وابسط لكم اياها، انه هنا from تنسور فلو امبورت تنسور فلو دوت feature as fc. نشوف الفيرجن، شايفين 2.4 تمام. هذه ابسط من اللي كانت مكتوبة عندكم as fc. اوكي، قرأ الترين داتا في التايتانيك والايفال والواي، عمل بوب للسرفايفد كلاس تمام. هنا استكشف البيانات training head describe shapes تبعت الترين والتست. انا عندي 627 في الترين و 264 في التست. انا بدي استخدم الفيجواليزيشن الموجود في الباندا، والفيجواليزيشن الموجود في الباندا اللي هو الهيستوغرام. ليش عمله؟ للايج. قال له جمع لي الفئات الاعمار. انا عندي عشرينات من 0 ل 20، من 20 ل 40، من 40 ل 60، وعمل لي هيستوغرام لها كفريكوانسي. فانا عندي اكثر فئه عمريه هي تقريبا 25، هي بين ال 20 وال 30، هي 25 كف، مش 25 بالضبط يعني، بس يعني زي هيك تمام. في برضو اطفال نسبه لا باس فيها، يعني اطفال مواليد يعني اقل من خمس سنوات.
تمام. وبعديها هنا عمل الـ value count، عملها plot نظام البار h horizontal، بار h horizontal. فهيك انا عرفت انه والله قديش نسبة الميل والفيميل الموجودين على السفينة. وبعديها عمل visualization للكلاس الباسنجر كلاس، الدرجة تبعتهم. اغلب الركاب من الدرجة الثالثة، تمام. وبعديها بيجي بعديها الدرجة الأولى وبعديها الدرجة الثانية، تمام. وبعدين هنا ايش عمل؟ عمل visualization بين الميل والفيميل كنسبة قديش انه كل واحد سرفايف. فعشان هيك عمل كونكات للدي ترين مع الواي ترين، لانه الواي ترين فيها سرفايف، تمام. وعمل جروب باي 6 وجاب المين للسرفايفد، وبعدين عمل بلوت لهذا الكلام. فببساطة شديدة أنا عندي تقريبا 75% أو 78% من الفيميلز سرفايفد، وفقط 20% من الميلز سرفايفد، تمام. هذا كله فيجواليزيشن، ما فيش فيه أي شيء جديد، يعني فيجواليزيشن مستند على الباندا. نيجي الآن للموديل تبعي. لاحظوا إنه هنا هذا المثال كتير ممتاز، لأنه فيه نوعين من الفيتشرز، فيه الكاتيجوريكال فيتشرز وفيه النيوميريك فيتشرز. الكاتيجوريكال فيتشرز رحت عرفتها كلها هاي في الليستة، تمام. او ممكن انه نحكي انه الكات فيتشرز او الكات كولومز بتساوي الداتا فريم تبعي دوت سيلكتد دي تايبس، او بلف عليهم اذا كان الدي تايب اوبجكت بروح بحطه في الليسته هذه. والنيوميريك انا في عندي فقط اثنين اللي هو الايج والفير، تمام. عرفت الفيتشر كولوم، نفس الفكره تحضير للفيتشرز تبعتي. اللي فات كله عباره عن استكشاف للبيانات فقط، تمام. هنا بدي احضر الفيتشر، بدي اروح الف على كل فيتشر موجود في النيوميريكال فيتشر. لاحظوا كيف بدي اتعامل معه. بدي اجيب الفوكابلري. ايش مفهوم الفوكابلري هنا؟ انا عندي في تنسر فلو للكاتيجوريكال فيتشرز اللي هي عباره عن الفئات، القيم تبعت الفئات بالضبط، اللي هو دي ترين اوف هذا العمود دوت يونيك، راح جاب لي كل الفئات اللي موجوده في هذا العمود، راح خزنها في متغير اسمه فوكابلري. بعدين ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل ابند في هاي الليست. ايش؟ تي اف فيتشر كولوم، تمام. هذا الكلام كله انا ممكن استبدله بايش؟ اف سي. ليش؟ نرجع هنا البدايه، ايش كتبت؟ import tensorflow dot feature column as fc، عملت له الاليسنج، فبالتالي سهل علي بشكل كبير هنا انه انا استخدم هاي الشغله، تمام. اجيت في الاف سي، ايش في عندي؟ categorical column with vocabulary list. ايش بدي له؟ اسم الفيتشر والفوكابلري، تمام. فبالتالي بحوله لcategorical attribute والنيوميريكال كولومز بروح بلف عليهم واحد واحد. وايش بعمل؟ بعمل ابند في هاي الليست اللي هي نفس الليست ب اف سي نيوميريك فيتشر. ايش بدي له؟ الفيتشر نيم والديتا تايب فلوت 32. لو ما اديتوش الديتا تايب لوحده يقدر يتعرف على التايب، تمام. طب ايش في انا عندي في الاف سي او الفيتشر كولوم هذا؟ لو شفت هنا في عندي بوكيتايزد كولوم، كاتيجوريكال كولوم ويد هاش باكيت. معنى ذلك انه هو ايش بروح بعمل؟ انكودنج لكل كاتيجوري بعملها هاش، يعني بروح بستبدلها بدل ما هي اوبجكت بتصير هاش فاليو، تمام. وهنا الفوكابلري بس جابه من فايل، وهنا فوكابلري بس جابه من ليست. هدول اللي احنا هذه اللي احنا استخدمناه. كروست كولومز انه هو بحاول بدمج عمودين مع بعض،
هذه حنرجع لها في درس لحال، مش حنركز عليها كتير، بس الفكرة الآن إنه إحنا ها بدينا ناخد تفاصيل أكتر. أول كنا نتعامل فقط نيوميريك، الآن صرنا نتعامل نيوميريك مع كاتيجوريكا. جهزنا الفيتشرز، شوفي كيف شكلها. vocabulary list categorical column vocabulary list categorical column، هذول كلهم ما عدا هذول الاثنين النيوميريك بس اللي هو الايش والفير. تمام، يعني على سبيل المثال ال6 انا عندي ايش الفوكابلري ليست ميل وفيميل لوحده، تعرف على الفاليوز اللي موجوده هناك. تمام، والتايب تبعها عباره عن string. طيب بعد هيك الداله اللي بتحضر التنسور داتا، او عفوا الداتا فريم لتنسور داتا، ايش اديته؟ دي اف داتا والليبل دي اف، اديته عدد الايبكس واديته الشفل بتساوي ترو والباتش سايز. تمام، ايش رحت سويت؟ الدي اف هذه حولت لها كاست لديكشنري. تمام، والليبلز اف شفل، لانه حكينا انه الشفل هذا انا بعمله فقط على التريننج، بعمل شفل للديتا. والباتش هذا في كل الاحوال سواء كان تريننج ولا تيست، ايش بروح بسوي؟ بعمل باتش للديتا سيت انا عندي بهذا الشكل. هنا استدعيت هدول الدوال وحولتهم لايش؟ لايه؟ الريبيت انه ثواني اتذكرها، هاي الداتا سيت هذه فيها مجموعة من الدوال الميثود. أنا في عندي الأبلاي، اوكي الريبيت بتروح بتكرر الاكزامبلز. يعني هنا مثلا انا عندي هذا الاكزامبل تي اف كونستانت 1 2 3. تمام، فهنا رحت عملت الداتا سيت انه عملت ريبيت 2، فبالتالي هلاحظ انه الداتا سيت هي عباره عن 1 2 3 1 2 3، اعمل له ريبيت 2 هدف منها تكتير الداتا سيت. تمام، مش ضرورية لكن الباتش ضرورية. تمام، هنا أخذ just one example، عفوا أخذ one batch، والباتش هنا أنا عندي 10 وهنا عرض الفاليوز اللي فيه، فبالتالي هنا عرض بعض الفيتشرز و بعض الفاليوز انا عندي ل الكلاس. انا عندي هنا 10 فاليوز، ثيرد فيرست ثيرد فيرست سكند، هذول كلهم 10 قيم، وهي الليبلز هذول برضو 10 قيم. ليش؟ لانه الباتش انا عندي 10. دي اس تو تيك الداتا سيت انا عندي دوت تيك، باخذ 1 باتش. وهنا نفس الشيء، ايش اعمل؟ الايج عرض الباتش السابع انا عندي. تمام، وهنا للجندر عملوا زي 1 hot encoding انه 1001
1010 زي هيك. تمام. نيجي الآن لتعريف اللينير كلاسيفاير. TF استيميتور لينير كلاسيفاير ايش اديته؟ فيتشر كولومز. بديوش اي حاجه ثانيه لانه هذا لينير. اللينير معناها انه انا عندي انه انبوت واوتبوت على طول، فيش عندي هيدن يونتس كثيره. بعديها ترين ايفالويت وراح طبع النتيجه. قديش النتيجة طلعت معايا؟ الاكيورسي 75. تمام. هنا بده يحاول انه يشتغل على derived feature column اللي هو الايج، الايج مع الجندر، ايج اكس جندر، هيو feature column crossed column، حاول ادمج الاثنين مع بعض. تمام. فبروح بجيب لي كل الكومبينيشنز، الايج مع السكس. تمام. وهنا البوكيت سايز انا عندي 100. ايش معنات هذا الكلام؟ بحاول انه هو يربط انه اذا كان الايج 30 والجندر ميل، هل هو سرفايفد ولا لا؟ زي هيك بده يصير يطلع على هذا، هذه المعلومه كلها في عمود واحد، انه كايج كفاليو 30 والجندر ميل، انه ايش الكلاس ليبل، هل هو سرفايفد ولا لا. فبالتالي بدنا نشوف تاثير هذا الكولوم. راح ضافه هنا كديرايفد فيتشر، وهنا انا عندي الفيتشر كولوم بتساوي الكولومز الاصليه زائد الديرايفد. فالنتيجه قديش صارت؟ 75. ما فيش تحسين كتير صار. تمام. بعد هيك انه هو بده يحاول انه يطبع لي probabilities، هذا كله ما هو شغل. فبالتالي انا ممكن في الاكزامبل اتوقف لغاية هنا. الderived feature ملوش لازمة. الفكرة انه احنا عرفنا كيف نشتغل مع الكاتيجوريكال داتا والنيومريك داتا، ونعرف اللينير كلاسيفاير ونشوف قديش النتيجة. اوكي. هاي هذا السيف. تمام. ماشي الامور لغايه الان. نيجي اخر مثال انا عندي هنا في الاستيميتورز اللي هو البوستد تريز. نفتحه على الكولاب. بدي اخذ منه نسخه. وهنا بدي اعيد تسمية posted trees estimator تراس. الداتا سيت اللي احنا هنشتغل عليها برضو تايتانيك. اوكي. طيب هنا انا عندي الامبورت، وهنا بقرا الداتا وبجهز الواي. طبعا الفيتشرز عندي معروفه بالنسبه لكم. في عندي هنا شغله ممكن اسويها، انا اثبت الراندوم سيد للتنسور فلو كلها عشان كلها تطلع عندنا نفس النتيجه. فبالتالي هنا تي اف راندوم
ست سيت حطيت 1 2 3، فبالتالي هنا يفترض كلنا تطلع معنا نفس النتائج. لو ما حطيناهاش هذه بناء على الانيشال ويتس، انا عندي كل واحد ممكن يجي له انيشال ويتس مختلفه فتطلع نتائج عندنا مختلفه. فبالتالي انت وزميلتك لو كل واحد عملت ترين بدون انه ما عمل ست للسيد، فبالتالي بيطلع انا عندي اللوس مختلف، بتطلع انا عندي الاكيورسي مختلفه. تمام. طيب نشوف الفيرجن تبعت التي اف 2.2 يفترض، وهنا هاي الهيد تبع البيانات والديسكرايب وقديش الترين وقديش التيست والهيستوغرام تبع الايج تبع 6 تبع الباسنجر كلاس، كله هذا عطينا عليه، بس هنا ضايف انه الامبارك تاون الميناء اللي خرج منه. تمام. وهنا انه قديش نسبة السرفايف من الميل والفيميل او على الفيجواليزيشن. هنا نفس الفكرة، تحضير الفيتشرز الكاتيجوريكال حطهم لحال والنيومريك حطهم لحال، بس هنا ايش المرة هذه عمل؟ وان هوت انكودينج. مركزين معايا؟ تمام؟ في الوان هوت انكودينج ايش بدي اسوي انا؟ بدي اديله، هذه عبارة عن دالة يوتيليتي فانكشن هستخدمها الآن هنا. بدي اديله اسم الفيتشر بالإضافة للفوكابلري. ايش حرجع؟ تي اف فيتشر كولوم انديكيتور كولوم، هيك بتتحول لون هوت انكودينج. بس بعد ايش؟ بعد ما احولها لكاتيجوريكال. فعشان هيك انه انا بدي اديها بفتح قوس هنا تي اف فيتشر كولوم كاتيجوريكال كولوم وذ فوكابلري ليست، وبدي له اسم الفيتشر والفوكابلري. تمام؟ لقيت هذا الكود انا ممكن اعمل له سمبليفيكيشن، انه هنا في الامبورت بروح بحكي انه from TensorFlow dot feature أو import feature columns as FC. هيك بصير إنه بعملها aliasing، اسم مختصر قصير، بشغلها تاني. وهنا هذا الكلام كله بختصره FC، وهذا الكلام كله بختصره FC. بالتالي هيك بكون انه somehow readable. تمام. يبقى كمان مرة انا ايش بسوي في دالة الـ one hot encoding؟ tf feature column، عفوا fc اللي هو feature column indicator column، هيك بتتحول لـ one hot encoding. بس ايش لازم امرر لها؟ لازم احول قبل لـ categorical feature في الاول. كيف تتحول لـ categorical feature؟ categorical column with vocabulary list، بدي له اسم الفيتشر والvocabulary. هنا بلف على كل، بعمل لستة فاضية للفيتشرز، بلف على كل categorical variable. ايش بسوي؟ بجيب الفوكابلري وبحوله لون هوت انكودينج، والنيومريك بجيبه بلف عليهم واحده واحده وبحوله لنيومريك فيتشر. وبالتالي هنا هذا كله بيصير اف سي. تمام. هيك بيصير الكود. وهيك انا بدي اطبع فيتشر كولوم عشان اطمن اشوف كيف شكلها. فبالتالي هنا انديكيتور كولوم كله ما عدا هدول الاثنين الايج والفير، هدول النيوميريك كولومز. تمام. طيب لقيت هنا دي اف ترين هيد واحد، ايش بسوي؟ بياخذ اول سطر،
ايش اعملها؟ كاست لديكشنري، وهذه سواها بالاكزامبل. تمام؟ وبعديها هنا ايش راح اعمل؟ الكلاس اف سي تي اف فيتشر كولوم انديكيتور كولوم، بدي اورجيك كيف انه هو لما تتحول لون هوت ان كولوم كيف بتصير شكلها. فبالتالي انه هاي الكلاس فيرد سكند ثيرد كيف بتصير شكلها، انه هذه الفاليو ثيرد، فبالتالي 001. تمام؟ هاجيت هنا راح جاب لي الاكزامبل هذا نفسه، راح حول لي اياه لنمباي اري. فبالتالي لو طلعت على النتيجه انا عندي فيش غير هذه ارقام وهذه ارقام اللي هي نيومريك، هذه للايج وهذه للفير، والباقي كله اصفار ووحايد وان هوت انكودنج. تمام؟ كله تحول وان هوت انكودنج لكل الكاتيجوريز. انا عندي فقط تو نيومريك فيتشرز. تمام؟ هنا حدد عدد الاكزامبلز انه اللينث اوف الواي ترين، وهذه الداله اللي انا بدي اجهز فيها احول الداتا سيت انا عندي لتنسور سلايسز. تمام؟ انه احول لتنسور داتا عفوا. فايش اديته؟ الاكس والواي وعدد الايبوكس والشفل بتساوي ترو، فبالتالي هاي الداتا سيت اديته الديكت اكس والواي زي ما تعودنا. واذا كان شفل بعمل شفل للبيانات وبعمل باتش للبيانات انا عندي، وبرجع الداتا سيت. هنا استدعيت الداتا سيت هذه. نيجي الان للموديل تبعي. بعد ما خلصت كل التجهيزات تبعتي، هنا ايش بده يعمل؟ تو مودلز. احنا بنعمل بوستد تريز، بس بالاول ايش بده يعمل؟ لينير كلاسيفاير، يشوف كيف الاداء وبعديها يعمل بوستد تريز. هيو عمل لينير كلاسيفاير، ايش اداله؟ فقط الفيتشر كولوم، وعمل ترين واداله الستبس 100. تمام؟ وعمل ايفالويت للريزلت. قديش النتيجه طلعت معانا؟ الاكيورسي 76. تمام؟ الان بده يعيد الكره، بس ايش بده يعمل؟ بوستد تريز كلاسيفاير، ايش اداله؟ فيتشر كولوم والنمبر اوف باتش بير لاير اللي هو عدد الباتشز، هذه تفصيله جديده لللايرز. تمام؟ وعمل ترين، وهنا الماكس ستيبس بتساوي 100. ايش بتفهموا من هاي البارامتر الماكس ستيبس بتساوي 100؟ معنى ذلك انه لو الايرور مثلا ما تحسنش بعد قيمه معينه لحاله بيعمل ستوب قبل ال 100، مش بالضروره انه يخلص الكلام هذا كله. فبالتالي الاستيميتورز بتريحني في هذا الاطار، لكن احنا حنتعلم برضه كيف انه احنا نعمل ايرلي ستوب، حنشوف هذا الكلام. فخلينا نشوف كيف شكل الاكيورسي انا عندي في الاستيميتد في البوستد تري كلاسيفاير. 81 قديش كانت هناك؟ 76. ف زي الانسمبل في امبروفمنت اكيد بطبيعه الحال. هذه ما لهاش داعي. تمام؟ وهذه عشان يرسم الروك كايفالويشن متريك، فممكن انه اشيلها هيك. خلاص خلصنا. هذه سيف، وبعمل داونلود للاكزامبل عشان